اتفضل عشان ما تزعلش بعد اذنك يعني. شكرا فخامة الرئيس. اصدقك القول وانا جاي من قريه في جنوب السعوديه. اهلا وسهلا. الله يبقيك ويسلمك. انه مصر هي اللي علمتنا ووضعتنا على طريق المعرفه والثقافه من خلال الاساتذه الذين كانوا ياتون للتدريس، وايضا اذاعه صوت العرب وروايات نجيب محفوظ وقصص يوسف ادريس ودواوين صلاح عبد الصبور وامل دنقل. وكلما كانت فخامة الرئيس مصر بخير، ثقة تامة أن العالم العربي كله يصبح بخير. ما يخفى علينا طبعا جهودك الكبيرة والخلاقة التي نفخر بها جميعا كشباب وإعلاميين منتمين. يبقى ما لاحظته فخامة الرئيس أنك تجربتك مع احتواء الشباب كبيرة ومميزة بحمد الله، وإحنا في منتدى الشباب. هذا التمكين يحتاج بالموازاة، وأنت ذكرت قبل قليل ما يسمى بتجديد الخطاب الديني. أعتقد أن الأزهر معني بمثل هذا المشروع الكبير الذي سينعكس على العالم الإسلامي أجمع، لأن احتواء الشباب في العمل هو أمان لهم بإذن الله من التطرف، والخطاب المعتدل المتسامح المنفتح الذي يناسب العصر سيكون أيضا رافد لهم في أنه لا يستقبل أفكار تشوش عليه أو تهز الهوية التي هو ينتمي فيها لوطنه. ابنك علي الرباعي، صحيفة عكاظ السعودية. شكرا فخامة الرئيس. يا أستاذ علي، أنا سعيد بكل الكلام اللي أنت قلته ومقدر جدا. فضل تريح. وأنا عايز أقول لك أن يعني إحنا بداية الكلام لما اتكلمنا على التنوع والاختلاف. التنوع والاختلاف إحنا قلنا ليه؟ قلناه عشان هو الخطاب الديني الحقيقي او تجديده هو عباره عن ايه. هو لو احنا قدرنا نزرع في فهمنا وفي عقولنا ان مفيش حاجه زي بعضها، وان ده امر سنه من سنن الكون، انت مش هتجد غربه مع اخوك المسيحي او اخوك اليهودي او اي دين اخر، او حتى الانسان اللي مش لا يؤمن على الاطلاق. يمكن بعض الناس وهو بيسمعني كده يقول انت بتخوفنا كده، انت معناه انك انت مثلا بت 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 يعني بتدعم الالحاد مثلا، مش كده؟ ما انا هقول لك التعبير ده ارجو ان انتوا تفهموا كويس. ربنا اعز قوي واكبر قوي من يجي غصب عن الناس الإيمان بيه. ربنا أعز وأكرم وأكبر، والدنيا كلها سمعاني، مش مستني. الوجود كله بيسبح، والوجود كله بيعترف بوحدانيته وبقدرته. الوجود، الأرض دي كلها باللي عليها لا تساوي عند الله شيء. فتصور لو احنا فهمنا ده، أنا هفرض على الأستاذ علي ان يؤمن ازاي؟ خليك تؤمن وانا لا امتلك قلبك، وما حدش يمتلك قلب حد، ودي من حكمه ربنا. خلى كل واحد اللي جواه ده بتاعه هو، وعشان كده اللي هيحاسب على ده ربنا. لو احنا فهمنا كمسلمين على الاقل النقطه دي، ومش فهمناها بس ومارسناها في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، انا بقول لك مش هبقى في مجال لأي بنية تطرف على الإطلاق. ليه؟ هو التطرف كله مبني على التمييز والاستعلاء. التطرف مبني على إيه؟ على التمييز والاستعلاء. لو إحنا قدرنا في المدرسة وفي كل معاهدنا وجامعاتنا وحتى الدراما بتاعتنا نتكلم على التنوع والاختلاف، أنت لما تيجي تبص لو أنت قاعد مكاني هنا هتجد إن إحنا قدام مننا ما فيش شكل زي التاني وقابلينه، لأن هو دي الطبيعي يعني. فلو إحنا كبشر، مش هقول كمسلمين او مسيحيين او يهود، انتبهنا وقلنا ان الكل حر في انه يؤمن باي دين، ادي واحد، او لا يؤمن، ودي مش قضيتنا. دي مش ايه؟ لما اجي انا اقول لو في واحد مش مؤمن، انا بالنسبه لي ما بقاش زعلان منه، ما البابا ايه؟ بيبقى صعبان عليا. بيبقى ايه؟ صعبان عليا، فاتوا الخير كله. ف
فاتوا أنه يؤمن بالعظيم ربنا العظيم، فاتوا ده حر بقى ده، فيصعب عليا مش أبقى إيه متغاظ منه ويعني وعايز أموته ولا بتاع، لا لا لا. فأنا بس أرجع تاني أقول الأزهر بيقوم بدور في ده وبيحاول، ولكن لازم تفتكر لازم تعرف إن الكلام ده استمر، غرس الفهم ده على مدى مش عشرة ولا قرن ولا قرنين، ده عدة قرون، عدة قرون. وكانت الدنيا مقفولة قوي على الناس كل الناس، وبالتالي الاستقطاب الديني، الاستقطاب الفكري الديني، الاستقطاب التأمين، قول اللي انت عايزه، كل ده اتكرس على مدى 6-7 قرون. ما حدش تصدى، لان يعني كان مش عايز اقول دي مش قضيتنا دلوقتي عشان بس ما، لكن عايز اقول انا اتصور ان الحركة اللي ماشية دلوقتي في منطقتنا العربية وفي عالمنا الاسلامي يعني مقدمة يمكن تساهم مساهمة كبيرة في تغيير الفهم ده هنا في مصر. أنا عايز أقول لك وبقول لكل الموجودين حتى وكالات الأنباء، إحنا دفعنا ثمن كبير قوي في 2011 و12 و13 والإرهاب اللي هاجم مصر، لكن أقدر أقول لك بمنتهى الراحة إن ده شكل فهم ورأي عام كان المصريين مسلمين ومسيحيين بيتعاطفوا بشكل يعني بشكل مش عايز اقول تعبير مش لطيف يعني يعني كده يعني حد يساعدني بشكل اعمى ها بقى هعمل ايه تعاطفوا. انا مسلم بقى اي حد يتكلم عن الدين انا بقى متعاطف معه. انا اقدر اقول دلوقتي ان الحكايه ديت تراجعت في مصر، انا بتكلم بنسبة كبيرة، ما بقاش الناس ممكن تخدع في الكلمة أو في التعبير الديني أو الشكل الديني اللي كان قبل كده له تأثير كبير في مصر. ويمكن دي الحسنة اللي يعني إذا كنا بنقول الموضوع اللي حصل ده والشباب اللي قتل والقضاء والخراب اللي حصل لنا خلال السنين اللي فاتت، يمكن الحسنة بتاعته إن إحنا إن ده كان ليه تأثير على الرأي العام، مش إحنا بقى اللي عملناه، اللي عملوا اللي استخدموا العنف ضد المصريين. فاحنا ماشيين في النقطة دي.